أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن إطلاق خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي بشكل رسمي، وقالت إن هذه الخدمة ستوفر إنترنت عالي السرعة وموثوقا به للمناطق النائية والمدن، مما سيساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته أعلن الملياردير الأمريكي رئيس شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي إيلون ماسك توفر خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في اليمن ابتداء من اليوم الأربعاء. وكانت الحكومة الشرعية أقرت مطلع أغسطس الماضي إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية ستارلينك في اليمن، في خطوة يراها مراقبون تمثل ضربة للحوثيين، حيث ستقلل من العوائد المالية التي تجنيها الميليشيا من خدمة الإنترنت. وأشار خبراء تقنيون إلى أن خدمة ستارلينك موجودة في اليمن وخصوصا في المحافظات المحررة منذ نحو عام تقريبا، ولكنها بشكل غير رسمي، وأن إعلانها رسميا سيخفض أسعار الصحون الفضائية. نتوقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما أهمية هذه الخدمة وكيف ستؤثر في حياة الناس، وما هي الانعكاسات الاقتصادية والأمنية على الميليشيا التي تسيطر على قطاع الاتصالات والإنترنت. مشاهدينا، قبل الإجابة عن كل هذه الأسئلة والنقاش، دعونا في البداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود. ظل قطاع الاتصالات والإنترنت في اليمن المحتكر بيد الميليشيات واحدا من أبرز إخفاقات السلطة الشرعية في تخليص مؤسسات الدولة الإرادية من سلطة الانقلابيين. وعلى مدى سنوات الصراع السابقة كثرت المطالبات بضرورة تحرير هذا القطاع الهام أمنيا واقتصاديا، لكن كل المحاولات التي قامت بها الشرعية وآخرها دعوة وزير الاتصالات الشركات لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة باءت بالفشل. وهناك كان يجري الحديث عن أن عملية النقل تحتاج إلى بنية تحتية ليست موجودة في العاصمة المؤقتة، وكثير من الأسباب التي قدمت لشرح فشل الشرعية في هذا الملف. وأسوأ ما في سيطرة الميليشيات على هذا القطاع استخدامه لأغراض أمنية واستخبارية، حيث تحدثت الكثير من الأخبار والتقارير عن أن الحوثيين سخروا هذا القطاع لتتبع خصومهم وتنفيذ عمليات أمنية ضدهم، وبالتالي كان تحريره واحدة من الخطوات الاستراتيجية المهمة في إطار المعركة بين اليمنيين وميليشيا الانقلاب. وعلى ما يبدو فإن السلطة الشرعية بدأت تخطو في هذا المسار عن طريق تدشين خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، حيث أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات عن إطلاق خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي بشكل رسمي، موضحة أن هذه الخدمة ستوفر إنترنت عالي السرعة وموثوقا به للمناطق النائية والمدن، مما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جهته أعلن الملياردير الأمريكي رئيس شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي إيلون ماسك أن الخدمة انطلقت فعليا في اليمن. مراقبون يرون أن هذه الخطوة ستمثل ضربة للحوثيين من حيث تقليل العوائد المالية التي تجنيها الميليشيات من خدمة الإنترنت والاتصالات. مشاهدينا، لمناقشة أوسع لهذا الموضوع دعوني أستضيف معي في هذه الحلقة المختص في الأمن الرقمي فهمي الباحث، وينضم إلينا أيضا الخبير الاتصالات وعضو هيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ المهندس رائد الثابتي. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيزين. أبدأ أولا معك سيد فهمي، إذن اليمن أول دولة في الشرق الأوسط يتم فيها تدشين هذه الخدمة بشكل رسمي، ما هو السبب وما قراءتك لهذا الحدث؟ مرحبا بك وبضيفك وبكل المشاهدين. في الحقيقة هذا يأتي تتويج لمفاوضات ومطالبات بدأت ربما منذ العام 2021 لإدخال أو منح الترخيص لشركة ستارلينك لبدء العمل في اليمن. نحن في اليمن كما تعرف ويعرف الجميع أننا نعاني كثيرا، حتى من فترة ما قبل الحرب ومن قبل الانقلاب الميليشيات الحوثية وسيطرتها على قطاع الاتصالات كما هو الحال مع بقية مؤسسات الدولة في صنعاء، فنحن نعاني من أسوأ انترنت في العالم. الكل لا يستطيع، وهذا قلل الفرص التعليم والاقتصاد وما إلى ذلك. حتى هناك الآن العالم يتجه للمشاريع المبنية على
الانترنت والرقمنه، لكن في اليمن لم نستطع ان نتحرك قيد انمله بسبب ضعف الانترنت. ترسل صوره في الواتساب، تقعد منتظر ربما اكثر من 30 ثانيه او دقائق حتى تصل الصوره، فكيف نريد ان نتقدم ونتطور ونحن بلا انترنت؟ وجود ستارلينك يأتي في مرحلة حرجة له نتائج إيجابية، منها ما هو متعلق بالصراع الحالي مع ميليشيات الحوثي، وبالتالي سحب البساط عنهم اقتصاديا، ويعني الكثير من الشركات والبنوك والمؤسسات إذا ما نظرنا أو إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه التسعيرة لستارلينك ربما لن يستطيع المستخدم العادي، أو خلينا نقول معظم المستخدمين العاديين لن يستطيعوا الاشتراك بشكل مباشر، لأنه ربما التكلفة تصل إلى 40 أو 50 دولار للاشتراك الشهري، وجميعنا يعرف الوضع الاقتصادي. ولكن جميعنا نعرف أيضا أن هناك عدد كبير جدا من الشبكات المحلية التي تقوم بإعادة توزيع الإنترنت بأسعار رخيصة، هؤلاء معظمهم الآن سوف يستخدمون ستارلينك. الشركات والمؤسسات والجامعات الكبيرة سوف يكون بإمكانها بالتأكيد استخدام ستارلينك، وما لديه القدرة بالتأكيد هذا من ناحية اقتصادية، وبالتالي التخلص ربما من عدد كبير والعملاء الذين يدفعون مبالغ طائلة للمؤسسة العامة للاتصالات التابعة للحوثي في صنعاء. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه سوف يكون لدينا إنترنت بعيد عن رقابة الحوثي وعن ممارسات الحجب وللمواقع التي منذ سيطرتها على صنعاء بدأ بحجب المئات من المواقع المحلية وحتى الخارجية، وبالتالي هنا سوف يكون لدينا إنترنت حر. بالإضافة إلى ذلك حتى مع وجود شركات اتصالات انترنت فضائي سوف يوصل الانترنت لكل المناطق، حتى ما في ذلك المناطق الوعرة التي ربما حتى لو وجدت شركات اتصالات حديثة لن تستطيع الوصول إليها بسهولة، وسوف تكون التكلفة التشغيلية أو تكلفة الوصول لهذه المناطق كبيرة جدا. وبالتالي الآن بكل سهولة وفي لحظة سوف يكون بإمكان جميع المناطق الاتصال بالانترنت وسريع جدا ويلبي كل الاحتياجات. طيب الآن نتوجه بالسؤال إلى السيد رائد الثابتي، وقد تطرق السيد فهمي إلى نقطتين أساسيتين أريد نقاشها معك سيد رائد. الأولى يتعلق بقطاع الاتصالات، ما هي التداعيات التي ستنعكس على قطاع الاتصالات خاصة في المسألة المالية؟ وثانيا إذا كان الحوثيون يفرضون رقابتهم الآن، فمن سيكون أو من سيقوم بمهمة الإشراف والرقابة على محتوى الإنترنت في اليمن الآن؟ بداية أخي العزيز أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان بالخير. إجابة على سؤالك أنه مسألة الكنترول هو أساسا عالي من الشركة نفسها، ثانيا هناك تنسيق واتفاق من قبل الأخوة في المسألة العامة للاتصالات مع الشركة بمسألة يعني ترخيص هذه الأجهزة وإدخال بيانات أصحابها، وبالتالي عملية رقابة هذه الأجهزة من الناحية المالية أو الناحية القانونية تتولى المؤسسة العامة للاتصالات، إذا أضفنا إلى ذلك أنه هناك نسبة معينة من قيمة الأجهزة أو من رسوم السداد، وكذلك الدعم الفني سيكون عن طريق المؤسسة العامة للاتصالات. لكن مقارنة بإيراداتها السابقة هل هي أقل أم أكثر من قطاع الاتصالات؟ لا توجد لدي يعني احصائيه دقيقه في الجوانب الماليه، لكن بكل تاكيد انه مساله يعني استخدام يعني حجم البيانات ويعتمد على استخدام حجم البيانات وتدفق البيانات يعني من خلال هذه الشبكه. فالشبكه كما معلوم ان الانترنت عالي السرعه يمكن ان يوصل في الجانب اللي نسميه الرومينج الى 200 ميجا بت، في جانب البزنس يمكن ان يوصل الى 600 ميجا بت، وبالتالي كلما زاد استخدام تدفق البيانات ستكون الايرادات الماليه عاليه، لكن بكل تاكيد انه النسبه الاكبر ستكون للشركه الام وللحكومه اليمنيه نصيب. لكن لا ننسى ان الحكومه اليمنيه لن تتكلف الكثير، اذا تكلمنا عن بنيه تحتيه، عن تمديد اتصالات، عن تركيب مواقع، عن تمديد الالياف الضوئيه بين المحافظات، الحكومه اليمنيه التكاليف تكاد تكون صفرية في هذا الجانب إذا ما قورن بالخدمة الممتازة التي تقدمها هذه الشركة. طيب ما هو مصير شركة عدن نت بعد هذا الاتفاق بين الحكومة وشركة ستارلينك؟ في ظني انه شركه عدن ستستمر في تقديم الخدمه، ما زالت تقدم يعني خدمه متواضعه لكنها ستستمر في تقديم الخدمه، هي ما زالت منذ نشاتها
في اماكن محدوده يعني في في في, في عدن، وايضا وصلت الى بعض المحافظات مثل محافظه حضرموت. وفي ظني انه حتى وان استخدمنا ستارلينك نحن في حاجه ايضا خلال الفتره القادمه الى مساله استخدام وتفعيل الالياف الضوئيه، وهذا ما اعلنت عنه هو المؤسسه العامه للاتصالات قبل اسبوعين يعني. لكن هذه ستحل يعني مشكله الربط بين المؤسسات وبين الجهات المتباعده والوصول الى كل بقعه جغرافيه في اليمن. نعم. سيد فهمي، من سيكون او من سيقوم بدور الرقابه على التدفقات المعلومات والبيانات عبر الاقمار الصناعيه ستارلينك؟ من بيده ان يقوم بتحديد او فرض قيود على بعض المواقع، بعض المحتويات في الحكومة الشرعية؟ هل الشركة الأم أم الحكومة لديها أيضا السلطة في ذلك؟ أولا من حيث المبدأ دعني أخبرك أننا ضد وجود أي رقابة أو تقنين أو أي شيء باستخدام الإنترنت، فنحن نريد إنترنت مفتوح وحر وآمن للجميع. البعض يتحدث عن موضوع المواقع الإباحية وما إلى ذلك، لكن الحقيقة الحاجب ليس حلا، لأنه حتى مع الحاجب الناس قادرين كلهم يدخلوا المواقع الإباحية مثلا أو المواقع الغير شرعية خلينا نقول أو المخالفة للثقافة. فهناك برامج الفي بي ان، وأصبحت هناك مجموعات على تليجرام وعلى واتساب لتبادل هذه الأشياء. الحل هو التوعية وليس الحاجب، الحل هو التوعية وليس الحاجب. لكن في الحقيقة تمكنت قبل ساعة ربما قبل الحلقة من الاطلاع على الاتفاقية التي تمت بين الحكومة الشرعية والمؤسسة العامة للاتصالات وبين ستارلينك، وهناك بعض المواد صحيح أنها وأعود إلى موضوع الجانب المالي وأرباح ما الذي ستجنيه وزارة الاتصالات مثلا. فنحن في الوضع الحالي بحاجة إلى إنترنت سريع، بغض النظر المواطن بحاجة إلى إنترنت سريع، بغض النظر الحكومة تربح ما تربح مش مشكلته، لأنه نحن بحاجة إلى إنترنت جيد يلبي طموحاتنا واحتياجاتنا كمستخدمين نهائيين أولا. لكن أيضا سيد فهمي، الإيرادات التي كانت ستجنيها منها الحكومة المواطن مستفيد منها من خلال صرف الرواتب وإنفاقها على الخدمات أيضا. رسوم الترخيص أصلاً الاتفاقية كانت لمدة 5 سنوات، رسوم الترخيص 25,000 دولار، لكن لم يتم الإشارة إلى المبلغ الخاص برسوم الطيف الترددي. ذكر أنه سوف يتم دفع رسوم طيف الترددي من قبل الشركة للحكومة، لكن لم يتم تحديد المبلغ. الحكومة سوف تحصل أيضا على عن كل جهاز تبيعه أو كل جهاز يتم استخدامه 20 دولار في المرة الأولى و3 دولار شهريا أثناء عن كل جهاز مستخدم. أعود إلى سؤالك ونقطتك موضوع الرقابة. أولا لا يوجد رقابة مباشرة أو تحكم مباشر من الحكومة، ولكن كل ذلك سوف يتم عبر ستارلينك، وهذا ما نؤيده. ولكن ما أعارضه أنا شخصيا هو وجود مواد مثلا تلزم شركة ستارلينك بتسهيل الاعتراض القانوني للاتصالات الإلكترونية أو مراقبتها بناء على طلب السلطة المختصة اللي هي الحكومة الشرعية أو أجهزة الأمن القومي وما إلى ذلك. نحن لسنا، لكن الشركة ستكون مطلعة على كافة البيانات التي تمر عبر هذه الخدمة. يا عزيزي كل الشركات في العالم مطلعة على كل البيانات إذا المستخدم لم يحمي نفسه. إذا كان لديك شيء لا تريد لأحد أن يطلع عليه على الإنترنت فلا تضعه في الإنترنت منذ الأساس. يعني نتحدث عن معلومات حساسة خاصة بالدولة أيضا. مثل ماذا؟ حتى في كل الانترنت العادي كل المعلومات اصلا ليست موجوده في الدوله. يا عزيزي انت تتحدث عن مستخدم انترنت نهائي بامكانه الحفاظ على معلوماته، اما اذا تحدثنا عن حفاظ المعلومات الحساسه فهناك قضايا اكبر من موضوع الانترنت. كل بياناتنا كمواطنين الان في اليمن يتم تسليمها لدول اخرى، البصمه الالكترونيه الان يتم الاحتفاظ بها في دول اخرى، هناك الكثير من القضايا التي يمكن اثارتها فيما يتعلق بالحكومه واحفاظها على البيانات. لا يوجد لدينا قانون اصلا للحفاظ على البيانات والمعطيات والمعلومات الشخصية. فالموضوع هذا فيه كارثية، ولذلك وبسبب غياب هذه القوانين وجود مثل هذه المواد في مثل هذه الاتفاقية التي تقول بأنه بناء على السلطات المختصة. من هي السلطات المختصة؟ هذه كلمة عامة. من هي السلطة المختصة التي حق لها أن تسأل أو تطلب من ستارلينك أن تعطي الصلاحية للحكومة أن تراقب أو تعترض الاتصالات؟ لأنه في ظل غياب القوانين السلطة المختصة ممكن تكون أي مسؤول حكومي، ممكن تكون أي قاضي، ممكن تكون أي مذكرة من أي مرفق أمني. وبالتالي طيب، لابد من مراجعة هذه الأشياء والانتباه إلى مثل هذه التي أعتبرها. طيب سأعود إليك سيد فهمي، لكن فيما يتعلق أيضا
يعني ان هذه او هذا الحدث جاء في وقت هناك صراع بين الحكومه والحوثيين على قطاع الاتصالات. سيد رائد، الضرر الحقيقي الذي يمس الحوثيين جراء هذه الاتفاقيه؟ هو اخي العزيز، بدايه انا اعتقد ان تاخرنا كثيرا في مساله ادخال مثل هذا الخدمه، يعني كان المفترض ان ادخلنا من وقت مبكر، لانه بسبب سيطره الحوثيين على قطاع الاتصالات خلال الفتره الماضيه لم يكن الموضوع يعني ضرر اقتصادي فحسب، بل هناك ارواح ازيقت عن طريق الاتصالات، هناك مناطق كبيره تم اسقاطها عن طريق التحكم بالاتصالات، هناك صحفيين وناشطين تم لحقتهم. بالنسبه للاضرار، اولا الضرر ما اسمي اللي هو الضرر الامني والعسكري، يعني القطاع الاتصالات في الحقيقه المسيطر عليه من قبل الميليشيات الحوثي بكافه امنيه الشبكات الموجوده عند هذه صنعاء كانت مثابه جهاز امني واستخباراتي يستطيع تعقب اي مستخدم للاتصالات او الانترنت على امتداد خارطه الجمهوريه اليمنيه، وهذه تعتبر ضربه قويه بانه الجهاز الامني والاستخباراتي اللي استخدمته الميليشيات الحوثي في زمن الحرب تم تقليصها الى حد كبير. الجانب الثاني اللي هو الجانب الاقتصادي او الجانب المالي، خلال زمن الحرب كانت الاتصالات هي المورد الاول للميليشيات الحوثي، يعني من خلالها استطاعت ان 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 تجني المليارات، سواء عن طريق الضرائب، سواء عن طريق الشركات اللي كانت مختلطه او الشركات اللي اغلبها وبالذات الاتصالات السلكيه كانت تجني هذه الموارد. ومعروف انه ميليشيات الحوثي لم تقدم اي خدمه للمواطنين، لم تقدم رواتب، لم تقدم كهرباء، لم تشق طرق، لم تبني مباني، فكانت هذه الايرادات كلها تذهب للثراء الحوثي وكانت تذهب لجبهات الحوثي. فانا اعتقد ان هذه هي انا اسميها اول انتصار لنا في ميدان الاتصالات على ميليشيات الحوثي، وبالتالي ضررها سوف يكون كبير. وبالمناسبه هذه الميليشيات حاولت يعني بشكل كبير ان تعرقل هذا المشروع، حتى انا كنت قبل ايام على الاخ مدير عام المؤسسه واخبرني بانه هذه الشركه تواصلت معه وقالت لماذا، هل هناك خلاف بينك وبين الوزير؟ فادرك بعد ان طلب المذكره من الشركه ان المذكره جاءت من الوزير الحوثي الذي حاول ان يعقل هذا المشروع. وايضا اصدرت قبل سنتين تعميم بمنع استخدام هذه الخدمه في مناطق سيطرتها، وبالمناسبه ستؤمن حتى الاتصالات للناس المتواجدين في مناطق سيطرتها في المناطق التي ما زال الحوثي. نعم، طيب هذه النقطه اساسيه اريد هذه الخدمه وان انقلها الى السيد فهمي. سيد فهمي، من الشركه الام هل تغطي هذه الخدمه كل اراضي الجمهوريه حتى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين؟ قمت بالتجربه الدخول لموقع ستارلينك ووضعت طلب للخدمه، وضعت مدن تحت طار الحكومه الشرعيه، وتم تستطيع القول الانتقال للخطوه الاخرى بطلب البيانات وما الى ذلك. عندما وضعت صنعاء مثلا وكتبت عنوان في صنعاء وقلت انني اريد ان اشترك من هناك، ظهرت لي رساله انه عذرا لا توفر الخدمه في هذه المناطق. ولا اعتقد ان شركه ستارلينك اصلا سوف توافق على التعامل مع الحوثي، لانه الحوثي مصنف كجماعة إرهابية وشركة ستارلينك شركة أمريكية، وبالتالي يعتبر تعاون ودعم. طيب في من زاوية أخرى سيد فهمي، هل يمكن لبعض الشركات أو المكاتب التي تشتري هذا الجهاز أن تبث أيضا للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبالتالي يستفيد من يعيشون هناك من هذه الخدمة؟ هو في الحقيقة هناك الآن حاليا المستخدمين موجودين في كل المناطق حتى من قبل الاتفاق مع الحكومة الشرعية، ولا يستفيدوا من خدمة التجوال الدولي. لكن الاتفاقية التي ذكرت النص في نصوص بالاتفاقية مع وزارة الاتصالات وستارلينك تقول أنه ينبغي توقيف كل الأجهزة التي تعمل عبر خدمة التجوال الدولي ما لم تسمح بها الوزارة، وهذا دعت الوزارة إلى الناس اللي تستخدم أجهزة ضمن خدمة التجوال الدولي لتصحيح وضعهم بالتواصل مع مكاتب المؤسسه العامه للاتصالات وتسجيل اجهزتهم ليتم العمل بها، لانه بعد ذلك بعد فتره ربما سوف يتم ايقاف هذه الاجهزه. هناك طرق تقنيه معقده يمكن القول بانه تزويد الانترنت مثلا عبر شبكات داخليه وما الى ذلك الى بعض المناطق التي تحت سيطره الحوثي، او في المناطق خلينا نقول الفاصله بين الحكومه الشرعيه ومناطق الحوثي، ربما يكون هناك تداخل مثلا اذا ما تحدثت عن الضالع مثلا، فالضالع منقسمه بعضها في اطار الحكومه الشرعيه وبعضها تحت سيطره الميليشيات، وبالتالي لا طيب اخيرا هل سوف يتم العمل في المحافظه ككل كضالع ام
سوف يتم تحديد المناطق. أخيرا سيد فهمي، هل تعتقد بأنه مع الأيام سيتم التخلي عن الإنترنت الأرضي الذي كان مستخدما سابقا وسيتم استخدام هذه الخدمة بشكل أوسع في مناطق الشرعية حتى في مناطق الحوثيين عبر الآليات التي ذكرتها؟ طبعا لكل وسيلة من وسائل الاتصال بالإنترنت لها ميزاتها وعيوبها، والخطوط الأرضية والكابلات الألياف الضوئية هي دائما الأفضل حتى من الأقمار الصناعية، لأنه ممكن الأقمار الصناعية تتأثر في ظروف معينة إذا كان هناك عواصف وما إلى ذلك. ولكن حتى الدول المتقدمة الآن فيها موجود فيها ستارلينك، وكل واحد يستخدمها على حسب ظروفه. ميزة ستارلينك أنه متنقل، يمكن أن ينتقل معك من مكان إلى آخر في المناطق الوعرة، في المناطق الصعبة التي لا تصلها تغطية شركات الموبايل. وبالتالي نحن نؤيد وجود أيضا مزودين خدمات إنترنت أخرى للهاتف الأرضي أو لل5G وما إلى ذلك. فكلما زاد عدد الشركات اللي تزود خدمة الإنترنت كان ذلك لصالح المستخدم النهائي وإعطاه المزيد من الخيارات. إذن شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الهاتف المختص في الأمن الرقمي فهم الباحث، وأشكر أيضا ضيفي من مأرب خبير الاتصالات وعضو هيئة التدريس بجامعة إقليم سبأ المهندس رائد الثابتي. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم أنتم على طيب المتابعة، في أمان الله.